أهلا بحضرتك. بداية، كيف ترى إقرار هذا القانون من قبل البرلمان العراقي وتجريم التطبيع وعقوبات مغلظة لمن يقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني تصل للإعدام وللسجن المؤبد والمشدد أيضا؟ أولا، العراق منذ بداية نشأته سواء في الدولة الحديثة وقوانينه بجميع دساتيره ينص على تجريم التعاون مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هو وقف موقفا بطوليا في جميع قضايا فلسطين ولا زال يقف بهذه القضية. ثانيا، إذا ما ناقشنا بموضوعية البرلمان أو القانون الذي أصدر مؤخرا في البرلمان داخل العراق حول تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، هنا لابد أن نلاحظ على قضيتين. أننا في إطار قانوني نتكلم في العراق في المادة 201 لقانون العقوبات العراقي المنصوص عليه في المرقم 111 لسنة 1969 ينص بشكل صريح وواضح على أن كل من يتعاون أو يطبع أو يعمل مع الكيان الصهيوني فإن عقوبته الإعدام، وبالتالي لا قيمة قانونية إذا نظرنا من الناحية القانونية، لا قيمة قانونية لمشروع البرلمان الحالي، لأن هذا القانون هو الذي يسري في العراق وعليه المحاكم العراقية تعتمد بتشريعاتها وبإصدار قراراتها على هذا القانون. لذلك عندما يأتي قانون جديد مشرع من البرلمان الحالي لأنه لابد أولا أن نناقش عن إلغاء القانون الأول حتى يتم استبدال قانون جديد مكانه، والقانون الأول وهو قانون العقوبات 201 هو أكثر تشددا من القانون الجديد الذي أصدره البرلمان، لأنه إحدى فقرات القانون الجديد تنص على أنه يجوز تبادل الزيارات الدينية مع الكيان الصهيوني، وهذا بحد ذاته لا يوجد في القانون الأول الذي هو إلى هذه اللحظة هو القانون الشرعي والأساسي في العراق.